هنا العلامه دي بقى، دي علامه الابلكيشن. اي ابلكيشن موجود عندي، اي فايل عايز اخش اجيبه من جوه الشاشه، فهي العلامه دي هي علامه الابس او علامه التطبيقات اللي موجوده معايا. لما باجي امسحها بلاقي التطبيقات بتاعتي موجوده هنا متقسمه لكاتيجوريز. اول واحده كوميونيكيشن، ثاني واحده حاجات ليها دعوه بالانترنت. كل الابس اللي موجوده عندي على الشاشه هلاقيها موجوده في البار ده متقسمه لكاتيجوريز. طيب ايه الابلكيشنز اللي انا هحتاجها او ايه الفايلات اللي انا هستخدمها؟ حاجه زي اليو اس بي، عاوز اوصل للفلاش بتاعتي او عايز انقل حاجه من فلاشتي للشاشه او اخد حاجه من الشاشه للفلاشه بتاعتي. ازاي اعمل حاجه زي كده؟ احنا اتفقنا الاول ان اليو اس بي عندي اربع اماكن، اول اثنين هنا يا اما المكانين اللي موجودين في الاكتف كونكت اللي ورا، يبقى ان انا اوصل فلاشه يا اوصل في الاثنين اللي قدام يا في الاثنين اللي موجودين في الاو بي اس. خلاص وصلت الفلاشه بتاعتي زي ما انا موصل كده، ازاي اوصل لها؟ طب نرجع تاني من الاول، بخش على الابلكيشن، من الابلكيشن من الكاتيجوريز دي بختار الكاتيجوري اللي عليها علامه ورقه وقلم اسمها اليوتيليتي، ادوس عليها بيجيب لي كلمه اكسبلورر. اكسبلورر ده لما تخش عليها ده الاستورج، وده المكان لو انا موصل اكسترنال هارد عاوز اوصل له، لو انا موصل يو اس بي عاوز اوصل له بجيبه من الاكسبلورر. اول ما اخش على الاكسبلورر اول خطوه لازم ادوس على البار اللي على الشمال ده. ليه لازم ادوس على البار اللي على الشمال ده؟ عشان اعرف هل انا محتاج الاستورج الذاكره الرئيسيه بتاعت الشاشه، ولا انا عايز اوصل للفلاش اللي هي الكينج ستون، ولا عاوز الاس دي كارد الثانيه اللي موجوده جنبها. يبقى اول ما بخش لازم افتح البار ده عشان اعرف انا محتاج اخش على ايه الاول. طيب عايز اخش على الفلاشه اخد منها فايل اسيبه على الشاشه، سواء فايل بي دي اف محتاج ان انا استخدمه على طول فعايز اسيبه على الشاشه، ولا اخش اهو على الاس دي كارد بتاعتي وليكن البرزنتيشن دي عاوز ان انا اخدها على الستورج، هدوس دوسه طويله كده على الموبايل هيطلع لي البار ده، دوسه طويله هيطلع لي البار ده. اول اوبشن تشويسز لو انا عايز انقل اكتر من فايل فبقدر اعمل اختيارات اختار اكتر من فايل. لو عايز اخد كابي اهي، فهاخد كابي بالشكل ده، محتاج ان انا اروح اوديه على الستورج، يبقى هرجع ازاي على الستورج؟ لازم افتح البار ده عشان خاطر احدد الستورج. ادي الستورج بتاعتي الذاكره بتاعت الشاشه، عايز احط الفايل ده بعد كده هدوس دوسه طويله زي ما عملت الكابي وادوس هعمل بيست. تمام كده الفايل اتنقل من الفلاشه للاستورج بتاعتنا، بقى موجود تحت الفايل بتاع البرزنتيشن بقى موجود تحت. يبقى دي الطريقه اللي انا بوصل لليو اس بي ازاي، او بفعله من بره خالص، واخش على اليو اس بي، اخش على الابلكيشن، من الابلكيشن بجيب علامه الورقه والقلم اسمها اليوتيليتي، بجيب منها اللون البرتقالي ده كلمه اكسبلورر هدوس عليها. اول ما بخش لازم ادوس على البار اللي على الشمال ده عشان اعرف انا محتاج اخش على الفلاشه ولا محتاج اخش على الاستورج. سي دخلت على الستورج اهو عايز انقل فايل معين زي السبوره البيضاء اللي هنا دي او زي الوايت بورد دي اهي، بدوس دوسه طويله بعمل كابي عادي جدا، ارجع زي بقى للستورج تاني عشان احط فيها البيست، ادوس على ايه؟ على البار اللي على الشمال ده اهو، اجيب الستورج دوسه طويله بعد كده بعمل طبع او بيست عشان خاطر اطبع الفايل بتاعي. انزل تحت خالص الاقي الفايلات بتاعتي بقت موجوده. دي الطريقة اللي أنا بعمل بيها كابي من اليو اس بي للديفايس بتاعتنا. والعكس أكيد نفس الحاجة. هي هي بالظبط كده، أكنك شغال بقى من الموبايل، عشان كده هم عاملينها أندرويد عشان الاستخدام ده يبقى بسيط شبه الحياة اليومية بتاعتنا، شبه الموبايلات بتاعتنا، زيادة بس فيها وايت بورد وكام أوبشن على الوايت بورد. هنتكلم بس في حاجتين خلاص آخر حاجة. أول حاجة لو أنا موصل لابتوب، فأنا عندي حلين، قلنا إن أنا في طريقتين، يا أوصل بكيبل يا اما هوصل بحاجه اسمها السكرين شير. اول حاجه لو انا موصل بكيبل زي ما موصل دلوقتي اللاب بتاعي، بس نفتح اللابتوب الاول. انت موصل بكابلين بالظبط، وهشرح دلوقتي ليه الكابلين دول. انا دلوقتي موصل كابلين، ليه كابلين؟ اول حاجه احنا اتفقنا ان انا عندي وصلات الفيجا ووصلات الاتش دي ام اي، فبقدر ان انا اوصل لو هو شغال بفيجا هقدر اوصله بفيجا، الوصله هتبقى في الكيبلز، لو اتش دي ام اي فبرضه وصله الاتش دي ام اي موجوده في الكيبل. طب انا ليه موصل اثنين هنا؟ اول حاجه الاتش دي ام اي سريعا كده بيعمل ايه؟ بياخد صوت وصوره من الديفايس ينقلهم هنا. صح كده؟ طيب ليه الزرار ده تاني اهو؟ انا دلوقتي هخش على السورس بتاع الاتش دي ام اي. انا هو دلوقتي شلت الوصله دي خلاص محتاجه وموصل وصله واحده باللابتوب اللي هي الاتش دي ام اي، هقول عليها دي تاتش، دي اسمها تاتش بورد، تاتش بورد شبه وصله البرنتر شويه، المدخل بتاعها حتى شبه البرنتر.
طيب ايه الوصله دي؟ انا لو وصل قلنا اتش دي ام اي هياخد مني صوت وصوره من اللابتوب بتاعي. طب انا دلوقتي لو عايز اخد فايلات او عايز اشرح على حاجه فالتاتش واقف، لازم ارجع للكيبورد ولازم ارجع للماوس اللي هنا. فهو عمل لي حاجه اسمها تاتش بورد، وصل التاتش ان انا هوصل اليو اس بي هنا ووصل التاتش في الشاشه. بصوا مجرد ما انا وصلتها الاقي ان التاتش بتاعي خلاص بقى اوريدي شغال، مش محتاج ان انا ارجع للكيبورد بتاعي، مش محتاج ان انا ارجع للماوس بتاعي عشان ابدا اكتب. هو بيديني التاتش، بياخده من اللابتوب بيبدا ان هو حاجه اكتف درايفر، بيبدا ان هو يعرف لي التاتش على الشاشه، ولو مش محتاج منكم تعريفات هو يشتغل على طول من مجرد على يو اس بي بالظبط. هو التاتش مكان البرنتر بحطه في المكان بتاع البرنتر، واليو اس بي عادي جدا موصله باللاب. يبقى انا موصل اهو موصلتين، اتش دي ام اي بياخد صوت وصوره زي ما اتفقنا، تاتش بورد بيسحب لي التاتش عشان اعرف اشتغل عليه وعشان خاطر اعرف افتح فايلات بتاعتي. بس في حاجه بس حاجه في الفيديو، حضرتك قلت ان في كابل بين الصوت والصوره من اللاب للشاشه، ده الاتش دي ام اي. اوكي تمام، لو انا مشغل فيديو عايز اعرضه للطلبه فهو اشتغل هنا وهنا، لو في لاج شويه هيعمل مشكله الصوتين مع بعض، بتحل ازاي ولا لا؟ انت لما هتاخد الاتش دي ام اي من اللابتوب هو مش هيشغل لك صوت اللابتوب، هو هيجيبهولك على طول على البانل دلوقتي. يعني هو مش هيشغل الصوتين مع بعض، هو خلاص دلوقتي فتح خد مني الاكسس وان هو شغال على السبيكر بتاعت البانل. مش عارف محتاج اكتم صوت اللاب؟ لا مش محتاج تقفله، ان هو اوريدي خلاص هيوصل لك عليه. لو الصوت مش شغال هتلاقي اللاب بس هو اللي صوته شغال، لكن هو لو الصوت شغال من البانل انت مش هيشتغل معاك من اللابتوب، لان هو خلاص خد الاكسس وحطها لي على البانل وشغال لي من السبيكرز بتاع البانل نفسها. طيب يبقى احنا كل ده كنا بنتكلم في الكيبل، انا ما قلتلكوش ازاي ننقل من السورس ده للسورس ده. طب انا دلوقتي هقوم اوصل اتش دي ام اي، وعايز اوصل للاتش دي ام اي ازاي؟ لازم بنقل السورس. انا دلوقتي على سورس الاندرويد، ازاي بروح للاتش دي ام اي؟ شايفين السهم اليمين ده تاني ظهور السهم اليمين، هدوس عليه بيفتح لي السورسز بتاعتي، بشوف انا موصل في اتش دي ام اي 1 ولا 2 ولا 3 ولا انا موصل فيجا ولا انا حاطط اي في حاطط ريسيفر ولا موصل فلاش. انا هو حاطط في اتش دي ام اي 1 بختارها كده، بدوس على السهم اكتر من مره بيخليني انقل، لو عايز اختار بعلي الصوت بدوس على الزائد فبتقوم محولني على الاكستنشن الثاني اللي هو ال HDMI. دي الطريقه اللي انا بتنقل بيها من السورسز بتاعتي. حاجه مهمه جدا عشان التاتش معايا يشتغل، لو انا موصل في ال HDMI 1 لازم التاتش بورت يبقى تاتش بورت 1، لو انا موصل في HDMI 2 اللي هي هنا لازم اوصل البورت بتاع التاتش في 2، لو انا موصل في HDMI 3 لازم يبقى التاتش اللي تحتيها 3، ما ينفعش يبقى ده في حته وده في حته، لازم الاثنين يكونوا على نفس الكيبل بتاعتهم على نفس اللاين بتاعهم. تمام؟